صراصير، حشراتك صغيرة مثل ما شايفين، ما عليكم الا تعملوا هيدي الطريقة، تجيبوا قطعة من الصابون. عندي هون احبائي مثل ما شايفين، شفتوا هيدي الفتحة؟ هيدي بيظهر منها صراصير لانه البيت كتير قديم، فالموضوع كتير مزعج. فجبت قطعة من الصابون وشوفوا شو راح اعمل، راح اعملها بهيدا الشكل وراح سكرها. كمان انتو فيكن تعملوا نفس الطريقة بالصابون احبائي وتسكروها بهيدا الشكل، شفتوا كيف بهيدي الطريقة؟ ساعتها سكرنا هيدي الفتحة مثل ما شايفين. فكرة كتير 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 مهمة، سهلة بسيطة، بس من قطعة صابون او من بقايا صابون موجودة عندكم.